السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم شنطه كروشيه بغرزه جميله جدا وسهله في نفس الوقت. يلا نبدا كده ونسمي الله. النهارده هنعمل الشنطه بخيط السلسله اللي انتوا شايفينه ده. انا محتاجه حوالي 400 جرام من الخيط، هجيب نص كيلو هيفيد عندي يعني 100 جرام ولا حاجه. هاتي نص كيلو، هاتي زياده شويه احسن. مقاس الابره هيكون معايا 4 مليمتر، ده ربع كيلو، انا جايبه نص ربعين، هي الشله ربع كيلو. اوله كده بنبقى نعمله عشان ما ينسرش معانا بالولاعه. عندي بقى سلسله الاكسسوار بتاعت الشنطه، وعندي الحلقات سهله الفتح، وعندي القفل، وعندي مقاس اللي هو شريط القياس، وعندي اللي هي الإبرة الأربعة مليمتر. ممكن نستخدم واحدة 4.5. يلا نبدأ على بركة الله ونسمي الله كده ونبدأ الشغل. أول حاجة هعمل عقدة البداية، كده لفينا الخيط على الإبرة وعملنا عقدة البداية. هنعمل عدد من السلاسل، عاوزين 20 سلسلة. كده انا عملت معاكم 20 سلسلة وارتفعت كمان سلسلة، عملنا 21. الغرزة 21 دي هتبقى اول ارتفاع في تاني سطر، في اول سطر يعني بعد السلسلة. تعملي كوباية النسكافيه او الشاي، اي حاجة مشروب انت بتفضليه وبتحبيه، وتعملي الشنطة وانت قاعدة كده تبقي مبسوطة وموركيش حاجة وتبقي فاضية علشان تركزي في شغلك. هنعد عدد السلاسل زي ما قلت لكم، هم 20 سلسلة وغرزة السلسلة 21 هنعتبرها اول ارتفاع في السطر. هدخل بقى في الغرزة اللي بعدها وهعمل غرزة منزلقة، واللي بعدها نص عمود. منزلقة بندخل في الغرزة ونسحب الخيط ونطلع منها، ما بناخدش خيط على الابرة. النص عمود بناخد الخيط على الإبرة وندخل في الغرزة وناخد الخيط تاني، بيبقى معانا 3 حلقات على الإبرة بنطلع منها. هنمشي السطر كله غرزة منزلقة والتانية حشو، نص عمود، غرزة منزلقة ونص عمود، السطر كله هيمشي معانا بنفس الطريقة. هي غرزة سهلة وفي نفس الوقت بتديكي نتيجة حلوة في الآخر. هنعمل كده غرزة منزلقة، ودي نص عمود، 3 حلقات اهم على الإبرة، وبنسحب الخيط ونطلع من ال3 حلقات. دي غرزة النص عمود. المنزلقة بندخل في الغرزة على طول ونسحب الخيط ونطلع منها، نمشي بالطريقة دي في السطر كله. خلصنا السطر كده وارتفعنا غرزة سلسلة ولفينا الشغل. هندخل في اول واحدة فوق الحشو منزلقة، واللي بعدها نص عمود. عملت كده سطرين، عندي كل الغرز مشيتها غرزة حشو وغرزة نص عمود، منزلقة ونص عمود. هنرتفع بقى غرزة سلسلة ونعمل السطر الثالث. هرتفع عدد السطور اللي انا محتاجاها، وفي كل سطر كده لو انا حسيت ان الشغل مش مظبوط معايا هعد السلاسل
اتاكد انها 20 سلسلة، لو لقيتها مش مظبوطة افك واعمل تاني، اعيدها من تاني. عندي كده عملت قطعة مستطيلة بالغرز 20 سلسلة، عرض 20 سلسلة، وطول كده القطعة 49 سنتي. اخر غرزة نص عمود عملت فيها غرزة حشو، وحاوط القطعة كلها بغرزة الحشو. كده انا عملتها كلها بغرزة الحشو، واركنها على جنب، ونعمل جناب الشنطة. عاوزة عدد سلاسل من 6 سلاسل. كده عملت عقدة البداية، وهعمل 6 سلاسل من ضمنهم عقدة البداية. هرتفع سلسلة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة، واللي بعدها نص عمود. هنمشي بنفس الغرزة اللي عملناها في الشنطة، هنعمل الجناب بنفس الطريقة، غرزة منزلقة والتانية نص عمود، وهنرتفع برضو العدد اللي احنا محتاجينه. عاوزين حوالي 15 سنتي، يبقى كده هتبقى طول الشنطة عندنا 15 سنتي، وعرضها هيبقى حوالي 22 سنتي. وهسيب لكم برضو المقاسات بالظبط في صندوق الوصف المثلث اللي تحت الفيديو. كده برضو هحوطها بغرز الحشو بعد ما خلصت العدد اللي انا عايزاه. اخر غرزة برضو حشو، وعملت فيها غرزة حشو، وهلفها كلها بغرز الحشو، وفي الكورنر هنعمل غرزتين من الحشو. الجناب اللي هي زي كده دي غرزتين حشو. خلصت بقى القطعة، هقفلها واشطبها بالشكل ده، وفي كل مرة بنقطع فيها الخيط بنشطبه بنعمله بالولاعة علشان ما يكرش معانا، واي تشطيب في الشغل بنخليه من يمة جوه. خلصنا كده القطعة وحوطناها بغرزة الحشو. عندي بقى الماركات، هنمسك كده الجناب ونظبطها مع الشنطة بالشكل اللي انتوا شايفينه. نحاول نظبطها من ناحيتين يبقوا قد بعض، علشان ما تبقاش ناحيه طويله وناحيه قصيره، ما الشنطه ما تظبطش معاكي. عملت الجناب كده، هلف برضو القاعده بتاعه الشنطه من تحت بنفس الطريقه. بس هي سهله خالص وبسيطه، وهتعملها بكل سهولة، بس ركزي بس شوية معايا وانت هتعرفي تعملي الشنطة بكل سهولة. بعد ما خلصنا كده هنقفلها بالخيط، ندخل الخيط قبلها في الشغل كده، نثبته الأول. دي ابرة تشطيب بتجيبها برضو من وانت بتجيبي الشنطة، وانت بتجيبي الخيط بتجيبي معاكي الابرة دي بتشطبي بها الشنطة. اول واحدة كده هناخدها، بصوا ركزوا في الفيديو وتشوفوا انتوا ايه بنلف الخيط ازاي، هو بيبقى من بره بالشكل ده. بعد ما قفلنا الشنطة عندنا من الجناب كده وخليناها مظبوطة قد بعضها، ممكن نستكفي على كده. هي لو هي ناشفة معاكي مش محتاجة بطانة، انا حابة ان انا اعمل لها بطانة، فتعالوا شوفوا معايا كده هنعمل البطانة ازاي. في المكتبة كده بناخد الاول المقاسات، خدت انا المقاسات كده من هنا من الجناب، مقاس الجنب ومقاسها ايه ومقاس القعدة، خدت القعدة بالطول وبالعرض. مقاسات الجنب هي مقاسات القاعدة، وطول الشنطة اللي هو ايه عرضها من تحت كده. هعمل القطع، عملت القطعة وعملت ايه قطعتين للجناب كده على قد كده، مش شرط يعني يكون بالظبط، بس حاجة تسند الشنطة شوية كده.
وطبعا عندي بقى كمان قماش. الفوم اللي بيتباع في المكتبة ممكن تعملي منه، انا كان عندي الفوم ده استخدمته، بس في فوم في المكتبة ممكن تجيبيه وتستخدميه، اللي هو بيتعمل منه اشكال. هاخد مقاسات الشنطة كده علشان اعمل البطانة بالقماش. قستها من هنا كده ولفيت لحد نص القاعدة والطول من هنا وعملتها مجوز، يعني انا خدت ناحية من الشنطة بنص القاعدة وخدت الجناب وعملتها بقى ايه على 2. هبدأ احطها اعملها على 2 كده واقصها. ممكن تخيطيها بالإبرة زي ما انا هعمل، وممكن تخيطيها على المكنة لو انت عاملاها كمشروع بتخيطيها على المكنة. وفي بطانة بتبقى جاهزة، لو انت حابة تشتري البطانة الجاهزة بتشتريها جاهزة. هخيطها بقى من الجناب كده، انا خيطتها بالإبرة. هناخد القاعدة كده نحطها ونشوف الزيادة من الجناب كده عشان نعمل لها كورنر، الزيادة من هنا ومن هنا كده هنخيطها، وبعد كده نقص الطرف ده. احنا بنحط القاعدة وبنشوف الزيادة عن القاعدة قد ايه وبنعمل بنخيط بعده. هنقصها بقى كده، هعمل لها جيب بقى من بره كده. والفوم هلزقه في الشنطة من الظهر بتاعها، في البطانة من الظهر. هقطع جيب كده بتقص الجيب بقى على قد ما انت عايزة، جيب صغير على قد الموبايل على قد الفلوس، وبنركب له سوستة. كده خلصت الجيب، هشبكه بقى في البطانة بالإبرة برضو كده. كده تمام، عملنا البطانة وعملنا لها جيب بسوستة. هنقلبها بقى كده ونركب الفوم بالشمع كده وبالمسدس الشمع وهنلزقها. والجناب بنفس الطريقة، الوش من هنا والوش من هنا.
هاتني بقى الحرف ده وهدخلها في الشنطة. وبالإبرة كده هخيطها، بس ايه، اركب بقى الاكسسوار الأول علشان مش هينفع اخيط وبعدين اركبه. هنركب الحاجة الأول وبعدين، والقفل لازم يتركب قبل ما اشبك البطانة. الحلقات كده سهلة الفتح، دي اسهل من التانية. كده هنركب القفل، بنقيس الشنطة وبنركبه، هنفتحها كده ونركب القفل. بعد ما ركبت القفل كده والحلقات، خيطتها من الحراف كده كلها، وادي السوستة معانا جيب، ومعانا البطانة شكلها تحفة. ممكن تعملها بنفس لون الشنطة، انا عاملاها بلون بني مايل برضو للون ده. دي الشنطة بتاعتنا تحفة، ان شاء الله تعجبكم. نقفل بقى كده، وهنركب لها بقى السلسلة. ركب بقى السلسلة كده من الجناب. هي الحلقات سهلة، بنركبها فيها بكل سهولة. وممكن نعمل لها حبل من الكروشيه. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وياريت تشيروا الفيديو مع اصحابكم. واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.